صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والسرور على دولتنا الغالية الإمارات وعليكم كذلك أعزائي المستمعين، وأهلا فيكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، واللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا على الرقم 600551414 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة 6004. ولكم مني أطيب التحيات، محدثتكم أسماء الجناحي. أعزائي المستمعين، في حلقتنا اليوم عندنا مجموعة من الفقرات الشيقة والممتعة والمفيدة كذلك. بنتكلم في حلقتنا اليوم عن آخر الأخبار مثل ما عودناكم، العلمية والعالمية، ومستجدات قنوات التواصل الاجتماعي. كذلك اليوم حلقتنا بنخصصها للرضاعة الطبيعية خلال شهر رمضان المبارك. وفي فقرة التغذية لليوم بنتكلم عن المشروبات في رمضان. كونوا معانا على مدار الساعة القادمة. واني عند خبرنا لليوم، عنوان خبرنا يقول عسل النحل يهدد الرضع بالتسمم. ونقرأ الخبر، يقول حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين من إعطاء الرضيع عسل النحل من خلال أو بإضافة ملعقة منه إلى مشروبه أو وضعه على اللهاية، لأنه قد يصيبه بالتسمم. كيف؟ تقول الرابطة بعد، قالت الرابطة أن عسل النحل شأنه في ذلك شأن شراب القيقب أو شراب الذرة، ويحتوي على البكتيريا اللي تشكل خطرا على حياة الرضع. وتتمثل أعراض التسمم عند الرضع أو تسمم الرضع في صعوبات، واحد صعوبات التنفس مع صوت صفير وشخير، وكذلك صعوبات في المص والبلع وسيلان اللعاب من الفم، وانقباض بؤبؤ العين بشكل متأخر عند التعرض للضوء والإمساك. ويقول الخبر يجب الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض لحاجة الرضيع إلى العناية الطبية المركزة. هذا خبرنا لليوم. ونحن ننصح دائما أولياء الأمور دائما أن يتوجهون وما يهملون المواعيد الدورية مع طبيب الأسرة أو طبيب الطفل اللي بيكون مواعيد الدورية، لأن من خلاله ممكن أيضا يكتشفون وايد أمور، أيضا من خلاله يقدرون يأخذون الرشد والنصائح المباشرة من الطبيب، لأن يعني نصائح كثيرة والأهالي وايد ينصحون، وأحيانا يعني النصائح إذا كانت فادت قبل أو مشت قبل مو بشرط تمشي مع عيالنا. وكل إنسان غير عن الثاني، وكل طفل غير عن الثاني، حتى لو كان الطفل سليم كل جسم يختلف عن الجسم الثاني. لذلك نحن دائما ننصح الجميع بالتوجه إلى طبيب أو عدم إهمال المواعيد. ودام نتكلم عن الرضع، هناك برنامج وايد مهم أبغى أذكره لكم أعزائي المستمعين، وهو تطبيق براعم اللي موجود في تطبيق هيئة الصحة بدبي. هذا التطبيق جدا مهم، ممكن أولياء الأمور يسوونه في عدة مراحل. إذا ما كنتم مسوينه لحين، افتحوا تطبيق هيئة الصحة بدبي واختاروا خدمة أو تطبيق براعم، جاوبوا على الأسئلة. هالأسئلة تساعدكم في اكتشاف أي تأخر في النمو، يعني في أشياء نحن ما ننتبه لها، في أشياء ما تي عبالنا، لكن هذا التطبيق راح يساعدهم. وأيضا في حال حاجة الطفل إلى استشارة راح يحولهم مباشرة إلى المختصين في الرعاية الصحية الأولية عشان يتواصلون معهم بشأن النتيجة. وإذا كانت النتيجة سليمة وهذا نحن نتمناه، أو الأرقام تكون صحيحة، يعني على الأقل أم والأبو يكونوا مطمئنين على مستوى نمو أطفالهم في البيت. وهذا بيكون على عدة مراحل. في زيارتكم الجاية عند الطبيب اسألوهم عن هذه الخدمة. وإني أعزائي المستمعين عند آخر مستجدات قنوات التواصل الاجتماعي، ويقول اليوم
أو تقول نشرتنا اليوم. نحن كنا نحط مجموعة من النصائح اللي لازم الواحد يسويها ويتجنبها. تكلمنا عن الأكل، تكلمنا عن الجهاز الهضمي، واليوم نتكلم عن العادات الصحية في شهر رمضان. شو الأشياء اللي لازم نسويها وشو الأشياء اللي لازم نتجنبها. من ضمن الأشياء، وايد أشخاص يحبون يسوون الرياضة، لذلك نحن نقول مارس الرياضة قبل ساعة من الإفطار لإنقاص وزنك وحرق الدهون ما لم يكن هناك مانعا صحيا. طبعا نحن دائما ننصح الأشخاص اللي ما عندهم أمراض مزمنة أو ما عندهم مشاكل صحية أن يقدرون يمارسون الرياضة قبل ساعة من الإفطار. ودائما نقول ممارسة والأشياء اللي لازم يتجنبونها، لازم عدم ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس المباشرة في أي مكان حار. دام الجو قاعد يتغير وشكلنا داخلين على الصيف قبل فترة الصيف، ننصح الجميع عدم أو إنه ما يمارسون الرياضة تحت أشعة الشمس. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن العادات الصحية هو النوم، واللي أغلبنا ما ننام في شهر رمضان أو يكون نومنا متلخبط شوية. دائما نقول احرص أو الحصول على قدر كافي من النوم المتواصل خلال الليل لمدة لا تقل عن 4 ساعات، وقبل الاستيقاظ والسحور. فأهم شيء أهم شيء، بعض الأشخاص يقول لا ما يقدر نرقد من وقت، يعني لما نرجع البيت لما هذا، لكن على الأقل 4 ساعات متواصلة حاولوا أنكم تنامونها في الليل وقبل السحور. والأشياء اللي لازم واحد يتجنبها في النوم الصحي، الإفراط في الأكل ليلا قبل النوم مباشرة، إذ يسبب ذلك اضطرابا في النوم وزيادة ارتجاع الحمض إلى المريء. وهالأمور يلاحظونها أكثر الأشخاص اللي عندهم مشاكل في المعدة، بيشوفون دائما دائما هم يتعبون في شهر رمضان إذا كانوا يأكلون ويناموا مباشرة. لذلك على الأقل كم من ساعة قبل النوم لا حاولوا أنتم تتجنبون أن تأكلون أي أكل دسم. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطينها عن الحامل وشهر رمضان، دائما نقول افعل، يجب على الحامل والمرضع مراجعة الطبيب لمناقشة مدى قدرتها على الصيام والحصول على النصائح الهامة. ولازم نقول تجنب تناول كمية كبيرة من السكريات التي قد ترفع نسبة السكر بسرعة، مما يؤدي لاحقا إلى انهيار الطاقة. وأيضا للمحافظة على بشرة صحية، كنا حاطين مجموعة من النصائح. الأشياء اللي لازم واحد يسويها، الإكثار من شرب السوائل، وموضوعنا اليوم حلقتنا مع التغذية عن شرب السوائل. الإكثار من شرب السوائل وتناول المكسرات والأسماك، حيث تحتوي على فيتامين ه الذي يجدد خلايا البشرة. والأشياء اللي لازم نتجنبها عشان نحصل بشرة صافية، لازم علينا نتجنب تناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية، حيث أنها تساهم في ظهور الحبوب اللي نحكي لها ما نحبها. وفي للطفل في رمضان، طفلك وشهر رمضان المبارك، الأشياء اللي لازم نسويها التدرج في تعويد الطفل الصيام، كأمساكه عن الطعام والشراب من بداية النهار أو آخره، وتجنب الطلب من الطفل صيام يوم رمضان كامل، خصوصا إذا كان عمره أقل من 9 سنوات. دائما نقول نحن علينا أن نحن نعود أطفالنا على الصيام وليس إجبارهم، أو أن نحن نكرههم في موضوع الصيام. لذلك نحن ننصح دائما التدرج مع الطفل، وخصوصا إذا كان عمره تحت 9 سنوات وما نطلب منه يصوم يوم كامل. أيضا من ضمن الأشياء اللي في قنوات التواصل الاجتماعي، نحن عندنا مجموعة من الفعاليات الرمضانية الرياضية اللي قاعدين نسويها، وأيضا أيضا حملات صحتكم أمانة، لذلك نتمنى أنكم تتابعونا عشان تعرفون آخر المستجدات لهذه المبادرات. ولي عند قنوات التواصل الاجتماعي، شو هي نقول الحسابات الخاصة بهيئة الصحة بدبي في تويتر وإنستغرام، هي DHA_Dubai. أما القنوات الثانية هي دبي هيلث أثوريتي. غالبا هالأشياء اللي كانت عندنا في قنوات التواصل الاجتماعي. ونطلع فاصل نرجع لكم مرة ثانية. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المستمعين، والحين عندنا فقرة خاصة بالتغذية، ومثل ما قلنا لكم موضوعنا اليوم عن المشروبات في شهر رمضان المبارك. وبتكون معانا
الأستاذة عائشة القمزي اختصاصية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. حياك الله أستاذة. حييك وأسعد الله صباحكم بكل خير، وتقبل الله صيامكم وطاعتكم في هذا الشهر الفضيل. أستاذة عائشة، نحن دائما يعني شهر رمضان المشروبات هي أساسية، وما شاء الله الناس تتفنن في المشروبات، ووايد منها نحس إنه يعني يبالغون في بعض الأشخاص في موضوع المشروبات. بداية، حدثينا عن أهمية تناول المشروبات بشكل عام في شهر رمضان المبارك، وشو أهمية لترطيب الجسم والأمور اللي لازم نتفاداها. نفس ما تفضلتي انه يكثر الحديث في شهر رمضان عن العصائر والمشروبات المفيده للصائمين بعد ساعات الصيام الطويله عشان تروي ظمأهم، وتتميز عندي بعض المشروبات انها تحمل فوائد صحيه كثيره للصائمين وتعوض اللي خسروه خلال فتره الصيام، وبتساعد عندي عمل الجهاز الهضمي بشكل سليم، وفي مشروبات اخرى عندها اضرار وبتسبب عندي ارتفاع في نسب السكر، فعشان شي احنا لازم نحاول التركيز على المأكولات والمشروبات اللي بتفيدنا وما تضر بصحتنا، خاصة مع امتداد فترات الصيام لساعات طويلة، فلازم ان نتأكد ان العناصر الغذائية التي نحصل عليها في الفترة بين وجبة الافطار والسحور بتعود علينا بالنفع وبتعطينا الطاقة الكافية اللي بتعين اجسامنا على الصوم في اليوم التالي. طبعا المشروبات من اهم فوائدها ان هي بترطب الجسم وبتخليني ما اعطش خلال نهار رمضان، فإن لازم نحرص على شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالمياه، ولازم نكثر من شرب الماء بين وجبتي الإفطار والسحور لأن معدلات التعرق في الجسم تزيد مع ارتفاع درجات الحرارة، فعشان شي لازم أنا أعوض جسمي بالسوائل واللي فقدتها خلال ساعات النهار تقريبا ما لا يقل عن 10 أكواب خلال اليوم. أنا أقدر أزيد استهلاك السوائل من خلال تناول الأطعمة الغنية بالماء، مثل البطيخ في وجبة السحور، أو أنا مثلا آكل عقب الفطور انه يزيد عندي نسبة السوائل في الجسم، والسلطة الخضراء اللي تحتوي على الكثير من الخضروات اللي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء مثل الخيار والطماط. عندي بعض المشروبات اللي احنا ننصح في تناولها بغض النظر عن المشروبات اللي هي تكون وايد فيها سكر ومواد صناعية، عندي مثل الحليب والتمر، هذا من افضل المشروبات اللي يجب ان نحرص عليها خلال وجبة الافطار. طريقة تحضيرها تكون أن ننقع حبات من التمر في كوب من الحليب قليل الدسم ونتركها حوالي 12 ساعة، بعدين نقدر أن نشربها خلال وقت الإفطار، مشروب مفيد وغني بيعطينا طاقة وبيحافظ على المستوى المعتدل للسكر في الدم اللي ينخفض خلال وقت الصيام. عندي أوبشن ثاني اللي هو قمر الدين، اللي هو عصير المشمش، من أشهر العصائر اللي ارتبط اسمها بشهر الصيام. المشمش طبعا غني بالألياف وبفيتامين ألف، ويحتوي المشمش على مادة الريتينول، هي مادة سهلة الامتصاص في الجسم وبتعزز عندي من عملية الهضم. عندي اختيار آخر اللي هو عصير الليمون بالنعناع، اللي هو خليط الليمون والماء وأوراق النعناع أيضا من المشروبات المفيدة على وجبة الإفطار، غني بفيتامين سي اللي هو فيتامين جيم، وبالألياف أقدر أضيف عليه ملعقة من العسل أيضا على الخليط، فبيعطيني انتعاش وطاقة بعد يوم صيام طويل، لكن طبعا نشربها بالقدر المعقول مو نملي معدتنا بالعصائر والمشروبات. عندي بعد اختيار آخر له مخفوق الموز بالحليب، لأن الموز غني بالبوتاسيوم والألياف وفيتامين سي وفيتامين بي 6، أقدر أخفق موزة إلى موزتين في كوب من الحليب قليل الدسم وأتناول هذا المخفوق خلال وجبة الإفطار أو على وجبة السحور عشان يساعدني على تحمل الصيام في اليوم الآخر. عندنا شراب التمر الهندي، هو نوع من الفاكهة الاستوائية، أقدر أستخدمه كمشروب أو أقدر أحطه أيضا في وجبات الإفطار، لأن محتواه غني من الفيتامينات والمعادن وعنده فوائد صحية كبيرة، من أهمها أنه بيحافظ عندي على صحة القلب لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ويلعب دورا كبيرا في تنظيم مستوى الكوليسترول في الجسم ويقلل عندي بالتالي خطر الإصابة بأمراض القلب. والتمر الهندي بعد غني بالمغنيسيوم اللي بيلعب دور هام في العديد من وظائف الجسم، بيخفض عندي ضغط الدم وبيقلل عندي من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، وبعد بينظم عندي مستوى السكر في الدم. زين، اذا بني بتكلم عن المشروبات اللي مثلا اخصائيين تغذيه ما ينصحون فيها، او في بعض الاشخاص يقولون يعني نحن ما بنحرمهم لكن لا تبالغون مثلا، او في يعني في اشياء واحد يقدر ياخذ منها شوي، في اشياء واحد لازم يمتنع عنها تماما او يقللها، يعني او يقللها. عندنا المشروبات اللي مثلا تحتوي على الكافيين مثل القهوه والشاي والكولا، لان الكافيين يعتبر مضر للبول
واي شيء مضر للبول بيخليه الاصابه بالجفاف تكون مرتفعه خلال فتره الصيام. وعندي بعد المشروبات الغازيه او المشروبات المعلبه اللي فيها نسبه عاليه من السكر، بتزيد عندي من السعرات الحراريه المستهلكه في النظام الغذائي، وبالتالي بعد بتسبب عندي اضرار للبول لان فيها كميات من الكافيين مرتفعه. فانا بدلا من ذلك انا اقدر نفس اشرب المشروبات اللي ذكرتها سابقا، او ان اكتفي بالحساء او سلطه الخضروات الطازجه، وان اكثر من الماء. طبعا المشروبات الغازيه والمشروبات السكريه تستهلك بكثره بعد الافطار، ويشربونها الناس وبعدين يحسون انهم خلاص ما يبون يشربون الماء لانه عوضوا بالمشروبات الغازيه او المشروبات العاليه بالسكر. وهاي المشروبات بتسبب عندي ارتفاع عالي في مستوى السكر خاصة عند مرضى السكري، بالإضافة لأنها بتسبب عندي السمنة وتسوس الأسنان عند الأشخاص العاديين اللي ما يعانون من أي مرض. المشروبات الغازية بعد تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون، بيسبب عندي غازات وبيسبب عندي انتفاخات بعد تناول الطعام، وبتسبب عندي بعد من عسر الهضم. هو طريقة يوم بتشرب يوم أي شخص بيشرب المشروبات الغازية عند الإفطار، مستوى السكر بيرتفع بشكل كبير خلال أول 20 دقيقة، بيتسبب عندي ارتفاع في مستوى الأنسولين، وبالتالي يتخزن عندي الدهون لأن الأنسولين يعتبر هرمون مخزن للدهون. وبعد بتسبب عندي تناول المشروبات الغازية يوميا الارتفاع في ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب والسكري والسمنة وانخفاض بعض وظائف الكبد والكلى. فعشان كذي احنا نحذر من هاي المشروبات، ولازم نعوض السوائل باختيارات افضل. يعني إنزين، إذا بني بنتكلم، يعني بعض الأشخاص يعتقدون إنه هذا إذا خذوا السكر بينشطهم، لكن السكر فعلا ينشف. يعني جربت أشرب شاي على السحور، اليوم الثاني كنت منهارة. فلازم السكر، وسكر صح يعني يعطي طاقة، لكن طاقة لحظية، يعني عقب واحد يحس بهبوط مرة واحدة. هي صح، عشان كذا انا ذكرت في البدايه اللي هي المشروبات مثل الحليب والتمر، لان يوم انت بتشربين هالمشروب كأنك تخففي وجبه متكامله، عرفتي؟ اللي هي الحليب اللي فيه بروتين وفيه دهون وفيه سكريات، بالاضافه الى التمر فيه الياف، فانت عن وجبه كامله خفتيها، بدل ما انا اشرب مشروب غني بالسكر ما فيه فوائد، كله مواد حافظه، كله الوان واصباغ. فالافضل ان انا اختار الاختيارات الصحيه في تعويض السوائل في الجسم. هني ان هناك مجموعة من، يعني في بعض الاشخاص حذروا لا تشربوا ماء بارد على معدة فاضية، وبعض الدكاترة يقولون ما يمنع ان واحد يشرب ماء بارد على معدة فاضية. فنتكلم عن هالموضوع، مثل الوقت المناسب لشرب الماي وقت الافطار. شرب الماي البارد اللي هو اللي وايد مثلج يعني أثناء الإفطار، خصوصا مع موجة الحر الشديدة، يعد من العادات الخاطئة في رمضان خلال وقت يعني يوم الواحد بيفطر، لأنه كم ساعة ما ماكل ولا شارب ولا شيء. يعني مو بالبارد المثلج، يعني بعض الأشخاص هي يحطون المثلج اللي هو الصقيع اللي يكون فيه أحيانا ثلج، بيسبب عندي مغص وتقلصات وتشنجات في المعدة. عشان كذا احنا ننصح ان يشربون بكميات قليلة من الماء معتدل البرودة، مو بحار ولا بارد، انه وسط، وعلى مراحل قبل الافطار وبعد الافطار وخلال تناول الوجبات يعني. وبالنسبة للكمية المناسبة، انه يفضل شرب لترين من الماء على الاقل خلال الافطار والسحور، اوزع على هذه الفترة بشكل تدريجي وصحي. لأن ساعات الصيام الطويلة في فصل الصيف طبعا بتسبب لنا جفاف إذا ما حصل الصايم على كفايته من الماء خلال فترة الإفطار والسحور. وفي عادة خاطئة أيضا بعد، اللي هي قبل السحور الناس تشرب كميات كبيرة من الماء على أساس إنه يحسون إنه ما بيعطشون اليوم الثاني، لكن هذا الحل يعتبر تقريبا مؤقت. عشان شي لازم إحنا ننصح الناس إنه يكثرون من الخضار الطازجة وخاصة الورقية، لأن فيها نسبة عالية من الماء، وشي بنحافظ على ترطيب الجسم. ويكون فيها ألياف في نفس الوقت. بالضبط. أنا بسأل سؤال، يعني قاعدين نشوف في قنوات التواصل الاجتماعي، صراحة بروح جربته بس شربت شيء بس ما كان لذيذ. في بعض المشروبات اللي يقولون واحد، يعني اللي غالبا يشربونها الرياضيين بعد جهد كبير، وبعد ما يخسرون نسبة كبيرة من العرق، فممكن هالمشروبات اللي تكون فيها مثل نسبة أملاح عالية إنه واحد يشربها، اللي هي الالكترولايت قصدك؟ اللي تقريبا نفس هاي هالأشياء. هي عشان كذا احنا بعد ننصح الناس خلال وجبة الافطار انه يشربون الشوربة، لان بتكون فيها املاح معتدلة،
فيها من كل المعادن اللي بتساعد ان الجسم انه يتقبل انه الحين هو بادي ياكل، فبتسهل عليه بتأدي نفس دور اللي هي الالكترولايت سولوشنز، لانه بيكون في بوتاسيوم في الشوربه، بيكون في املاح، بتكون في خضار، بيكون في شوفان. فالافضل ان الواحد يبدا بماي كميه بسيطه معتدل البروده وتمرات وشوربه، وبعدين يبدا ياكل. شكراً على النصايح اللي عطيتينا إياها أستاذة عاشر قمزي، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. مشكورة وجودك معنا اليوم. نهاركم سعيد. نتكلم على الأشياء، النصايح اللي احنا قلناها، كل ما كان اختياركم صحي كل ما كان أفضل. ما نقدر نقول امنعوا نفسكم، ولما يصيرون العزايم لا تشربون شيء، لكن إذا كنت موجود في مكان وانحرجت ممكن تاخذ كمية بسيطة، لكن ما نكثر، لأنها يعني يمكن الواحد ما يحس فيها في نفس اللحظة، لكن اليوم الثاني في الصيام راح تحس. بعد كم من ساعة إذا كان في نسبة سكريات عالية بتحس إن أنت تعبان، وغالبا نحن أصلا عقب الفطور نحس إن نحن يعني نسطل، فنحن إذا أخذنا كمية كبيرة بعد من السكر بيكون بس مؤقت، وبعدين نرجع نتعب أكثر ما كنا تعبانين قبل. لذلك نحن وايد مهم ان نحن الاختيارات اللي نختارها على الافطار، ودائما نقول نتبع السنه لان هي الطريقه الصحيحه. مثل نبدا باشياء مثل ما قالت الاستاذه، نبداها بماي تمر، شوربه، ممكن عقب نصير الواحد يروح يصلي ويرجع مره ثانيه، يكون الجسم ردي يتعود على الاكل اللي اخذه وتعود انه هو يقدر يبدا ياكل. لذلك ننصح دائما انه ياخذون يعني واحد عقب ما يفطر يكسر صيامه، يصلي ويرجع مرة ثانية، والحركة اللي سواها خلال الصلاة بتساعده انه ياكل بعد الوجبات الثانية. لذلك هاي من النصائح المهمة اللي تكلمنا فيها عن المشروبات في رمضان، وبعد الفاصل نحب نتكلم عن حلقة خاصة ومقابلة خاصة حول الرضاعة الطبيعية في رمضان، وبتكون معنا دكتورة نبيلة عبد الخالق. نقول لكم خليكم معنا، حلقة مهمة، بنطلع الفاصل بنرجع لكم مرة ثانية. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المستمعين، وفقرتنا الآن مثل ما قلنا لكم على الرضاعة الطبيعية في رمضان. خلال شهر رمضان تكثر مخاوف الأمهات المرضعات من تأثير الصيام عليهم وعلى أطفالهم، وتبدأ التساؤلات المتعلقة بفوائد الصيام، أضرار الصيام للمرضعات، وهذا الموضوع دائما نشوفه في شهر رمضان من بداية رمضان لنهاية رمضان، وغير النصايح اللي تستوي في العزايم، لا تصومين صومي، لا تصومين صومي، ومتى يعني نحب نتكلم في هالحلقة وبنجاوب على هذه التساؤلات. وبنكون ويانا اليوم دكتورة نبيلة عبد الخالق مهشراوي من مستشفى لطيفة. حياك الله دكتورة. دكتور حياك الله. دكتور دائما تمنى قاعد تقول ان اغلب الامهات خصوصا المرضعات يكونون في مثل نقول مثل الحوسه، تكون يعني كل واحد يقول لهم هاي امها تقول لها شيء، ام رايلها تقول لها شيء ثاني، فنحن نبغى نجاوب شوي على هالاسئله ونبدا نتكلم عن فوائد الصيام للمراه المرضع بشكل عام. ايوه، الصيام هو شهر مبارك مره بالسنه 30 يوم، فمعظم النساء بتحبش تفطر في هذا الشهر عشان في صعوبة تعويض الأيام لوحدها بعد كده، بس الإسلام يسر وسمح، فهو يعني حل للمريضة المرضعة أو المريض أو الحامل إنها تفطر. والدلالة على هذا قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فسبحان الله، المرضعة أو الحامل أو المريض مسموح له أنه يفطر في رمضان ويعوض في أيام أخر. من فوائد الصيام للمرأة المرضعة بشكل عام أو الصيام لكل إنسان، فهو ينظم الكوليسترول الضار، مما يؤدي إلى تقليل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، كما أنه يكبح الشهية ويتناول كميات أقل من الطعام، فيمنح الجهاز الهضمي فرصة للاستراحة وتعزيز الصحة النفسية وتحسين المزاج. يساعد الصيام على إزالة السموم من الجسم،
ويساعد على علاج الالتهاب والالتهابات والأمراض الحساسية، ويقلل مستويات السكر عند الصائم. فهي عامة لكل الناس اللي بيصوموا، بيحسن مستوى السكر، بيحسن الكوليسترول عندهم، بنشط المناعة عندهم. فسبحان الله، لما الله فرض علينا الصيام فرضه لمنفعتنا. صحيح. أستاذ، الحين بتكلم شو هي الحالات اللي ممكن الأم المرضعة، لأن نحن نشوف بعض الأمهات الدكاترة يقولونهم يعتربون الصومون المرضعات، فشو هي الحالات اللي ممكن أن الأم المرضع أن هي تصوم أو أن هي تفطر، أو الحالات اللي لازم هي تفطر فيها؟ الصيام بيختلف من مريضة لمريضة، في منهم يستطيعوا أن يكملوا الصيام وفي منهم لا يستطيعوا، فهو بيختلف من وحدة لوحدة. يعني ممكن تجيب تنتين نفس عمر الطفل، بس في وحدة بتقدر ترضع وفي وحدة بخف الرضاعة مع الصيام. فهو من الأسباب أو الحالات اللي المريض المرضع أحسن له يفطر، أفضل له يفطر إذا كان عمر الطفل أقل من 6 شهور، لأنه الطفل الأقل من 6 شهور معتمد اعتماد كامل على حليب الأم، ويحتاج يوميا لتر من الحليب تقريبا. أما إذا الطفل كان أكثر من 6 شهور فبتدخل عليه وجبات صلبة، فهو ما بيحتاج الكمية اللي بيحتاجها الطفل الأقل من 6 شهور. فالأم اللي عندها طفل أقل من 6 شهور معتمد عليها كامل وحست إنه الحليب غير كافي، الأفضل إلها أن لا تصوم. أو إذا الأم عندها توائم 2 أو 3، الحليب لا يكفي مع الصيام لثلاث أطفال أو طفلين، فالأفضل لها أن تفطر. أو الأم إذا عايشة في منطقة حارة وكثرة التعرق بيؤدي إلى الجفاف ويؤدي إلى قلة نسبة الحليب، في هذا الوقت نعم ما بتقدر تصوم المرأة. أو إذا إنه شافت الطفل وزنه تحت المعدل الطبيعي، أو الطفل المولود ولادة مبكرة لأنه محتاج إلى دعم والمناعة من حليب الأم. وحليب الأم يحتوي على مناعة وايد كبيرة، فنحن دائما ننصح الأمهات عدم إهمال الرضاعة الطبيعية وما يستخدمون البدائل، يعني ما في شيء بديل لحليب الأم. نعم، خصوصا أول 6 شهور لازم الطفل ياخذ المناعة الحديد والأشياء والتغذية والأشياء كلها الطبيعية من الأم. فإذا هي صامت ونقص الحليب على الطفل فبتقل يعني مناعته، بتقل الأشياء المفيدة تبعت البيبي، فالأفضل عليها أن ترضع أول 6 شهور. أو إذا الأم حست أنه نقص الحليب في الصوم، يعني في ناس بصوموا الحليب بكمل طبيعي معاهم، في ناس بصوموا بحسوا انه الحليب نقص منهم، فاذا حست انه في نقص في الحليب الافضل ان لا تصوم. انزين دكتورة، بنقول مثلا الام المرضع اذا هي قدرت تصوم، لكن شو هي الاعراض اللي يعني او الحالات اللي هي لازم تقطع فيها الصيام، وشو الاعراض اللي تطلع معاها؟ لان حتى اتوقع حليب الام اذا تم الطفل يشرب منه هي بتتعرض للجفاف، ما اعرف اذا هو له علاقه ولا لا، بس متى لازم تقطع الصيام اذا كانت صايمه؟ اذا حست انه في جفاف عند الام المرضع الافضل تقطع الصيام. ومن علامات الجفاف احساس بعطش شديد او دوخه او صداع او وهن وكسل، مش قادره تقوم، مش قادره تتحرك، أو شافت البول قليل جدا وداكن من علامات الجفاف، أو في نشفان في الفم والشفايف والعيون. والسبب الثاني اللي تقطع عنه الصيام إذا شعرت إنه الحليب كميته قليلة. كيف بدها تعرف إنه الحليب كميته قليلة؟ لأنه هي ما بتقيس قديش بترضع البيبي، بتعطي البيبي وما بتعرف كم هو أخذ أصلا. فهي لازم تراقب انخفاض في عدد حفاضات الطفل الرطبة، يعني إذا شافت إنه الطفل ما بيعمل بول وبيبلل الحفوضة من يعني في اليوم لازم 6 ل7 حفوضات مبلولة بول، إذا شافت الطفل ما بيقدر يعمل هاي الكمية معناته عنده جفاف البيبي، فلازم توقف للصيام. أو شافت الحفوضات مع البراز يوميا كمان قلت، يوميا لازم يكونوا 3، إذا صاروا 1 مثلا بيعمل براز مرة البيبي معناتها ما بوصل له التغذية الكافية.
أو إذا شافت الطفل غير مرتاح ويبكي أكثر من المعتاد، أو شافت إنه وزن الطفل قاعد بقل لأنه في متابعات مستمرة على الأطفال. فهاي كلها بتخلي الأم الأفضل إنه توقف الصوم لأنه في خطر على البيبي. نتكلم دكتورة عن إذا نقول نظام الغذائي الصحي للأم المرضع، شو هي اللي لازم خلال شهر رمضان، شو الأشياء اللي لازم تحرص إن هي تاكلها بعد الإفطار؟ إذا اختارت الأم المرضع الصيام عليها أن تأكل وتشرب جيدا بين المغرب والفجر، لأنه في ناس مثلا بصوموا وبيجوا بس بفطروا وبعدين ممكن يأكلوا وجبة صغيرة ويناموا وما يتسحروا، هذا بيأثر عليها وعلى الحليب تبعها. ولازم تأكل الفواكه والخضار الطازجة، وتأكل الأكل المتوازن، البقوليات، الحبوب الكاملة، الأسماك، زيت الزيتون، منتجات الألبان. ولازم تكثر من شرب السوائل، على قل الماء تشرب لترين لثلاثة من المغرب للفجر، وتشرب الحليب لأنه كمان بدها تكون حليب، لازم تشرب كمان الكالسيوم والمنتجات الألبان. ولازم تبتعد عن الكافيين والمشروبات المحلاة لأنها بتسبب الجفاف والعطش، والكافيين مضر للبول فبجفف الجسم أكثر. وتحد من استخدام ملح الطعام، يعني تحط الملح الخفيف، بس في ناس بيحبوا يحطوا ملح زيادة، يتحمسون في الملح دكتورة. نعم يتحمسون في الملح. أيوة يتحمسوا، فهذا بيسحب المية من الجسم فبيؤدي إلى جفاف وبيؤدي إلى نقص حليب كمان. وتستبدل الحلويات بالفواكه المفيدة، في ناس في رمضان طبعا نازلين ما شاء الله القيمات وقطايف وحلويات كثيرة، هي لازم ما تاكل يعني من نفسها، ممكن تاكل واحدة. أنا ما بحب نظام الحرمان كامل، بحب الاعتدال، فمن نفسها ممكن تاكل واحدة بس مش تعتمد على هاي الحلويات كاملة يعني. ووجبة السحور مفيدة جدا للجسم، وحبذ عليها الإسلام كتير، فلازم تتسحر متأخر، مش تتسحر على الوحدة وتنام، لازم تتسحر قبل الأذان بنص ساعة تقريبا. والأكل في السحور لازم يكون غني بالكالسيوم كالجبنة واللبنة، ويحتوي على البروتينات والحديد كالفول والحمص بالإضافة إلى البيض. ولا عليها أن تتناول وجبات صغيرة ومتنوعة بين الإفطار والسحور، يعني ما تعتمد على وجبتين. أنا دائما بنصح مرضايا إذا أصروا الصيام إنهم يقلبوا الليل نهار، إذا هي بتاكل 4 وجبات بالنهار تاكل 4 وجبات بالليل مع تكثير السوائل. والحد من المشروبات الغازية لأنه هي ضارة وفيها سكريات زيادة عن اللزوم وبتأذي المريضة، تأذي طفلها بعد. أيوة، لأنه بدها تقلل له الحليب وما فيش فايدة منها أصلا، فهي تعوضها بحليب، تعوضها بمي. وفي مثلا نساء بشوف الحليب قليل فبقوموا ما بده البيبي رضعات منتظمة أو متكررة، مثلا بقوله فيش حليب خليني أديه بعد 6 ساعات، لا، لازم تدي الحليب بانتظام وبشكل متكرر، لأنه إدرار الحليب بيعتمد على عدد قديش بترضع البيبي تبعها. يعني إذا بترضعه كل 3 ساعات فكل ما يفضى الثدي من الحليب بيعاود يتكون حليب تاني عليه، فالأفضل إنها تستمر بشكل متكرر في إرضاع الطفل. وإذا أصرت على الصيام وما قادرة، في نوعين من الصيام، في أميات بحبوا يصوموا الشهر كله عشان ما يعوضوا الشهر بعدين لحالهم، وبحبوا يكونوا صيام مع العيلة كلها، وإذا شافت عليه عواقب عليها أو على طفلها أحسن ما تصوم الشهر كامل، ممكن تصوم الشهر الصوم الجزئي اللي هو 2 أو 3 خلال الأسبوع، هيك ما بتأثر على رضاعة البيبي. يعني بتصوم مثلا اليوم تفطر 2، تعود تصوم 1 تفطر 1، فهذا بخلي الجسم إنه ما يجف وترجع له السوائل والحليب يرجع كما هو. وأثبتت الدراسات العلمية إنه الصوم ما بيأثر على الحليب بالعناصر الأساسية، بس ممكن يأثر في بعض الفيتامينات والمعادن، يقللها يعني،
بس الحاجات النوتريشن الكربوهيدرات البروتينات مش بتأثر بالصيام أبدا. وهذا والله أعلم برجع للمريضة نفسها، هي بتقرر جسمها بقدر يصوم ولا ما بقدر، طفلها يتأثر ولا لا. وهذا من خلال مراقبة الطفل، مراقبة الحفاظات، مراقبة التغييرات اللي تستوي على الطفل خلال فترة صيامها. أيوة زين، أيضا إذا بنتكلم عن بعض المرضعات في نفس الوقت يحبون يمارسون الرياضة، فإذا كانت تمارس الرياضة متى أفضل وقت أنها تمارس الرياضة إذا كانت أم مرضعة؟ هما دائما بيقولوا اذا بدك تمارس الرياضه قبل الافطار بنص ساعه، لانه على طول بعد ما هذا تفطري وتشرب السوائل وتعوضي، بكون الطفل اخذ كميه الحليب طول اليوم. او انه بعد يعني الافطار بساعتين، لانه لما يكون المعده فيها الاكل شويه صعب على الواحد يمارس الرياضه، بصير صعوبه في الهضم. أنت دكتورة، عندنا إذا في نصايح أو رسالة أخيرة حابة توصلينها حق الأمهات، أو مجموعة من النصايح حابة توصلينها لأمهات المرضعات اللي خلال شهر رمضان المبارك. يعني على الأم المرضعة تفكر كتير قبل ما تصوم أو ما تصوم، هل جسمها حيتحمل؟ طفلها أمانة عندها، لازم ترضعه. فإذا حست إنه الطفل حيتأثر من صيامها ممكن تصوم الصيام المتقطع أو تفطر. الإسلام إداها الرخصة وعليها تعوضه بعدين، ما لازم تصوم الشهر مرة واحدة، ممكن تصوم اثنين وخميس تخفف عليها، يعني لأنه كتير صعب الإنسان يصوم لوحده بعد كده، كل الناس فاطرة وهو صايم. فهم ممكن يصوموا مثلا نص الشهر، يصوموا ثلثين الشهر، فبتكون فترة الإفطار عندهم 10 أيام 7 أيام عادية، يعني ما بتكونش صعبة تعويضها. وإنه إذا في عندهم أي أسئلة أو خافوا على الطفل، ممكن يشوفوا مثقفة الرضاعة الطبيعية يستشيروها، ممكن كمان يستشيروا الطبيب تبعهم إذا ممكن يصوموا ولا لا. صحيح. والله يتقبل منهم إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا دكتور نبيلة عبد الخالق بمستشفى طيفة، مشكور وجودك معنا في حلقتنا اليوم. عفوا، الله يجزيك الخير. أهلين. أيضا أعزائي المستمعين، عن في مستشفى لطيفة عندهم قسم أو خدمة خاصة لتثقيف الأمهات المرضعات. غالبا الأمهات اللي ولدوا في مستشفى لطيفة يعرفون عن هذه العيادة، لأن تكون من ضمن الأشياء اللي يسوونها أو يقدمونها للأم اللي تكون حامل في أو اللي تربي في المستشفى. لذلك إذا الأشخاص ممكن يتوجهون لهذه العيادات. أيضا عيادات الرضاعة الطبيعية موجودة في مستشفى لطيفة، وأيضا موجودة في مستشفى دبي، وأيضا موجودة في قطاع الرعاية الصحية الأولية. لذلك إذا كانت الأم خايفة أو تبغى استشارة في موضوع الرضاعة الطبيعية، ممكن أن هي تستشير أحد هاي الخدمات الموجودة أو الموزعة في هيئة الصحة بدبي الخاصة بالتثقيف والتدريب، وأيضا نشر الوعي للأمهات المرضعات حول الطريقة الأفضل لترضيع الطفل، وأيضا الاستشارات موجودة في هذه الخدمات. وإني تقريبا عند نهاية حلقتنا اليوم، ونشكركم أعزائي المستمعين على وجودكم معنا. تكلمنا اليوم عن حلقتنا، كانت كاملة عن الرضاعة. تكلمنا عن خبرنا اليوم، كان ان عدم او الحرص ان الواحد ما يعطي العسل النحل للاطفال خصوصا الرضع. وايضا عقب تكلمنا عن المشروبات الصحية في شهر رمضان، وشو الاشياء لازم الواحد يتجنبها او يقلل منها بشكل كبير. وايضا في اخر فقرتنا تكلمنا فيها عن الام المرضعة خلال شهر رمضان المبارك. تقريبا هاي كانت حلقتنا اليوم. في النهاية نشكركم ونشكر لكم حسن متابعتكم، وآمني نكون دائما عند حسن ظنكم. والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وأيضا الشكر لإذاعة نور دبي والقائمين على هذا البرنامج. ونشكر مخرجنا المميز وائل قواسمة، وأيضا من التنسيق الأخت نجاة السويدي.
وكنت معاكم أنا اسم الجناحي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. صحة وسعادة.